شو عم يصير بين الناس؟ اليوم موضوع الأدوية نحن حكينا عنه كتير، ولكن للأسف وزارة الصحة ما كانت تجاوب معنا بأي طريقة. ضلينا نتواصل معهم شهر كامل من بعد الاستطلاع اللي عملناه نحن بين الصيادلة وبين المواطنين لغلاء الأدوية وفقدان الأدوية وعدم تنظيم السوق، وخاصة أنه سوق سوداء للأدوية. وزارة الصحة ما تجاوبت معنا، نحن حاولنا كتير أنه نتواصل معهم، ولكن للأسف نأت جانبا عن أي رد إن كان بالنسبة للمواطنين. اليوم موضوع الأدوية لا يختلف أبداً عن موضوع المواد المدعومة. أسعار الأدوية ارتفعت بالسوق بقرار حكومي 30%، ولكن للأسف هي ارتفعت أكثر من 100%. اليوم كمان في ناس كتير انظلمت برفع الدعم، إن كان عن الخبز اللي هو خط أحمر بالنسبة لجميع المواطنين، أو بالنسبة للغاز والمازوت البنزين. صارت حالات عشوائية كتير، يبدو أنه ما في إحصائيات دقيقة عند الحكومة للناس اللي بتستحق الدعم أو اللي ما بتستحقها. واليوم فتحوا موقع الشكاوي، وفي كتير عالم أنه عم تشتكي، ولكن في مشكلة كمان بالتطبيق أنه العالم ما عم تقدر أنها تشتكي. اليوم مشاهدينا رح نشوف شو عم يصير بين الناس بالنسبة لموضوع رفع الدعم، وأيضا بالنسبة للأدوية بدنا نرجع نوجه النداء لوزارة الصحة. وزارة الصحة نأت جانبا عن الرد عن موضوع الأدوية وليش ما في تنظيم لسوق الأدوية. ليش دكتور؟ شو من العيش الحلوة؟ يعني شو السبب اللي عم يدفعك للسفر؟ الغالة. نحن شباب قدمنا 9 شهور واربع تسع سنين واربع شهور جيش، ما لقينا شيء، غلا غلا غلا، شو بنساوي بعد؟ هو الحل الوحيد الصحة، يعني ضيعنا شبابنا وجينا بدنا نشتغل بالبلد وهذا كل شيء غلي. هلا رفعوا الدعم عنكم؟ نحن لكن ليش نرفع الدعم عنك؟ السبب؟ لا عنا عن البطاقة، مو مش عنا سيارة. لأن الفكرة هي إنه يستبعدوا عالم ما أنا محتاجة، ما في مشكلة، بس بدي أسألك سؤال. هلا أنا نحن عدد المستفاد ببطاقتي أنا 4، فليش اليوم 3؟ ليش مرتي شايلينا من المستفيدين 4؟ شايلين شو السبب؟ ما عندها سيارة، ما عندها شيء، بس هي آنسة تابعة وزارة التربية. يعني هي موظفة، وقالوا إنه الموظفين ما رح يستبعدوا عنهم الدعم. هاي شيء مستغربه، فأنتوا تلافوا الأخطاء مشان نعرف نحكي معكم. هاي هو يعني ما قلت اتجهت للتكامل، إنه في أخطاء لازم يتلافوها، إنه ما بيصير شركة عم تدير خط المواطن إنه يصير فيه هيك مشاكل. فأنا برأيي الشخصي أنه يتلافوا هالأخطاء هاي مشان نحسن نحترمهم شوي. قدمتوا شكوى؟ عن طريق البريد الإلكتروني. أنه شو السبب؟ لا لحد الآن ما في شيء، ولحد الآن هلا إذا بدك بفتح لك إياها وبرجيك إياها. عدد مستفيدين 3، مدامتي ما عندها سيارة، ما عندها بيت، ما في شيء باسمها. أنه ليش شو هالخطأ؟ أثرتوا علي بالخبز هيك، وهذا الشيء خط أحمر. خبز عندك استعداد أنه كل يوم تشتريه ب 1300؟ والله كذب عليكي لا. يعني شو ما كذب عليكي لا ما مستعد والله 1300. يعني في ناس احيانا حسب الظروف. يعني برايك موضوع الخبز بالتحديد انه مفروض يضل عليه الدعم لكل الناس؟ هو الخبز دائما بيقولوا لي خط احمر، هاي هي بس يعني موضوع الخبز بالذات. يعني هلا اذا تلاحظي اذا واحد عنده بده 4 رفطات تحسبي بالشهر، اذا بده بالشهر 155,000 ليرة خبز. يعني هذا لا اكل ولا شرب غير شيء، ولا عنده طبابي ولا عنده شيء، حسبوا له اياها 155,000 ليرة. يعني هذا يعني بتعرف كم شغل بدك بهالحاله هاي لتقدر يعني انك يكون دخلك؟ اذا بدك تبني 155 بيكون دخلك الشهري لا يقل عن 700-800,000 ليرة. المفروض يتم النظر بالدخل بعدين نقرر نحن لازم تحسبي. يعني حتى لو قطاع خاص الزلمه لو عنده شغل، يوم شوفت عينك الاوضاع الاقتصاديه، مو الحركه يعني في حركه شغل ولا كذا، يعني شوفت عينك ان شاء الله خير يا رب. اذا ربطت الخبز ب 1300 ورح تنباع اكيد بالسوق ب 1500. طيب اذا انت بدك تشتغل كم شغل لحتى تقدر انك تامن تشتري الاغراض بسعر غير مدعوم؟ اذا خبز بدنا نقول 1500 باليوم بده 45,000 اذا ربطه. طيب نحن اليوم مثلا 5 اشخاص ما بتكفينا ربطه، بدنا ربطين دغري يعني رقد، يعني 45 و45 قد صاروا 90,000. هاي حق خبز، فقط حق خبز. هاي ممكن نقدم شكوى من خلالك. انا اجتني رساله الساعه 6 الصبح، في حدا بيجي رساله الساعه 6 الصبح؟ هلا رسائل الالكترونيه هي تطبيق. ايه المهم لبين ما اجينا لهون واخذنا وقال انه جاي سياره الرز، عرفت علي شلون؟ قال لي الموظف قال لي تعال بكره. هلا بيجي بيقول لي انه راح عليك التقنين
وراحت مدة الرسالة 24 ساعة. بدك تقدم طلب من أول جديد، قدمنا طلب من أول جديد، قال أنت أخذت الرزات ما بقى يحق لك مرة تانية. طيب هلا أنا شو سامي؟ يعني أنت قطعوا لك الدور أنه أنت أخذت ال أنا ما أخذت، بس هني قطعوا لك أنه أنت أخذت. أي وصلتني أنا على موبايلي أنه لا أنت أخذت واستلمتون. طيب هلا أنا شو ساوي؟ هلا شو هلا؟ هلا أنا عواقب الدور بدي أشوف، قال بدنا نشوف نعمل لك شي طريقة، يا أما نبيعك يا حر ب 2200 يا أما بنشوف نحكي مع الشركة، والشركة ما عم بترد عليكي. هلا أنا صار لي من الصبحيات وخط مشغول وعم ندق على النت وعملنا بطاقة ما في، عبس وتولى. طيب شو نعمل من خلالكم احنا؟ طيب تمام. أعطى لي البطاقة وقال إنه أنا استلمت الرز وأنا ما استلمت الرز. أنت اليوم؟ لا مبارح. كيف مرجعت متعادين؟ مبارح والله ما كان في شبكة خالص عنا. طيب هلا ما في شبكة، أنتوا كيف قاطع له إنه هو آخر؟ ليش مرجعتنا؟ ليش ما جات عنا يعني؟ طبعاً. لك يا أخي أنا. طيب نحن مدير سالي، طيب تعال عندي بعيوني تكرم عينا. أنا الشاب إجا لعند مني قال لي أنا تعال عند مني بكرة وأنا بعطيك، جينا هلا سألنا الشاب قال والله آخذ إجازة اللي بلبس القميص الأحمر. إيه طيب أستاذ هلا كيف تعالج هيدا؟ يعني أنا كيف؟ تفضل شكرا أنا بعطيك. قلت لي حيبيعوك إياها بسعر 2000 الحر اللي رح نبيعك إياها. ليش بسعر الحر أستاذ؟ إذا هو واصلته رسالة. هو بكون إذا في له سكر حر ب 200 ليرة سكر. شو تاخذ حر ولا لا؟ انا نظامي ليك بطاقتي. يعني بنتمنى نحن دائما يكون في شكاوي وقت بتتعرض انت لغبن او شكوى. يعني هلا ممكن استاذ انه اللي عم يبيع تحت على الطاقه ممكن هو قايل له ايه انا رح بيعك اياها بسعر الحر، راح دورك بهالحاله هي شو ما في يقول لك ايه ولا بس تكرم ايش ما رجعت لانت طلع لنا ضي. اكيد كمان نحن مشاهدينا بنتمنى لكل العالم اللي بتتعرض لاي حاله مثل هاي الحاله، نحن عم نشوف كثير حالات انه عم تنقطع البطاقه انه هن اخذين حصتهم وما هن اخذينها، انه يتابعوا مع المراكز مع المؤسسات كمان يتابعوا مع الكل حقهم إن شاء الله بيكون محفوظ. أنا بالإعلام كانوا حاكين إنه درجة أولى درجة ممتازة بالنسبة للسجل التجاري، هدول اللي بده يستبعدوهم من الإعلام. أنا درجة رابعة، يعني درجة رابعة. نحن اليوم أنت ما فيك تشتغلي أي شغل غير ليكون معك سجل تجاري بغض النظر. طيب نحن وقت اللي اشتغلنا على الدرجة الرابعة العمل اللي تبعنا اللي نحن قايمين فيه قايمين بعمل واثنين وثلاثة واربعة لحتى نحسن ندبر امورنا. بعدين يعني في خلفيات تانية، انت طلعت على السجل التجاري ما طلعت على شو ايراده، هذا شو عنده عقار، يا هل ترى هو ساكن بالاجار ولا ساكن ببيت ولا شو وضعه. هو فقط انه سجل تجاري طيب انا بيت ما عندي، انا مستاجر، انا عم بدفع يعني اليوم اذا ما عندي سجل تجاري واشتغلت ما فيني ادفع كمان اجار بيت. بالنسبه لي المواد المدعومه انا قالوا لي انه البطاقه بدك تاخذ مستبعد، بس ما فيك تاخذ غير على البطاقه حتى كمان. يعني انا بدي استنى ليجي دوري وانا مستبعد وانا ادفع. شو هالميزه الحلوه هي؟ شو هالميزه يعني؟ هي وسام ولا شو هي؟ خلاص بلا هالبطاقه يلغوا لنا اياها بالمره. في ناس انظلمت وفي ناس كمان يعني تستحق انه يرفع عليه الدعم. في ناس من يعني طبقه مثلا غنيه ماشي يعني بحق لازم يرفع عنه الدعم. هيك صار دمج بالاخطاء، يعني صار اخطاء كثير ودمج بين طبعاً. الناس المستحقه والغير مستحقه طبعا صار في خطا. في ناس يعني تستحق انه يرفع عنه الدعم وفي ناس حرام انظلمت. اليوم العالم حسفت من الدعم، استبعدت من الدعم لأسباب مجهولة مثل ما تابعنا مشاهدينا اليوم. بنتمنى من حكومتنا ومن الجهات المعنية كافة بموضوع الدعم والاستبعاد من الدعم. الخبز خط أحمر مثل ما قالوا كل الناس اليوم، أما بالنسبة لباقي المواد المدعومة اليوم المواطنين مثل ما قالوا لك عم نشتغل شغلين وثلاثة لنقدر نجيب المواد المدعومة. في ناس بدها تسافر برا البلد وصارت الهجرة كتير كبيرة اليوم كمان لأنه خلص الوضع ما عاد يحتمل، الموظف ما عاد غير قادر أنه يشتري المواد المدعومة كيف إذا بده يشتريها بغير مدعومة. وأيضاً اللي عنده شغلين وثلاثة ليقدر يستأجر بالأول ويسكن بعدين ليأمن المواد اللي كانت مدعومة وخرجت عن الدعم.